بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، يسعدني أن أقدم لكم درسين حول مكون التراكيب. نظرا للظرفية الراهنة، ارتأت مؤسسة إينس ودينا ولها الريادة كالعادة في أن تدرسكم عن بعد. إذا سنقوم بالتذكير بالدرسين، وبعد ذلك ننجز أنشطة داعمة. إذا لدينا في مكوني التراكيب، الدرس الأول هو الحال والجملة الحالية. كما تعرفنا سابقا، الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال. بطبيعة الحال، الحال تكون نكرة وصاحبها معرفة. وينقسم الحال إلى مفرد، ونعني بالمفرد أي أن الحال يكون عبارة عن كلمة واحدة. هذه الكلمة تكون إما مفردة أو في المثنى أو في الجمع. أمثلة: عاد الجندي منتصرا، عاد الجنديان منتصرين، عاد الجنود منتصرين. أما بالنسبة للحال شبه الجملة، فدائما تكون مبنية في محل نصب. وشبه الجملة تكون إما من الجار والمجرور أو من الظرف والمضاف إليه. مثال للجار والمجرور: يجتهد التلميذ في إصرار. إذا في إصرار شبه جملة في محل نصب حال. والمثال الثاني: رأيت الهلال بين السحب. إذا فبين السحب هو شبه جملة من الظرف والمضاف إليه في محل نصب حال. أما بالنسبة للحال جملة، فتنقسم إلى قسمين، هما الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ويجب أن يربطهما بصاحب الحال إما الواو أو الضمير أو هما معا. أمثلة حول الحال جملة اسمية: سافرت والمطر غزير، يوطد الإنسان الصلاة وهو منشرح. أما بالنسبة للجملة الفعلية: ترى الإنسان يربط العلاقات، تقرأ الرسالة وقد انتابك الفضول. إذن فالجمل المكتوبة بلون أخضر دائما تكون في محل نصب حال. هذا بخصوص درس الحال والجملة الحالية. أما بالنسبة لدرس إعرابي جمع المذكر والمؤنث السالمين، فكما تعرفنا، الجمع اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذا يكون إما مذكرا أو مؤنثا، وينقسم بدوره إلى جمع مذكر سالم، وهو كل اسم آخره واو ونون أو ياء ونون. أما جمع المؤنث السالم فهو كل اسم آخره تاء مبسوطة قبلها ألف. بالنسبة لجمع المذكر السالم فهو يرفع بالواو والنون. مثال: الواقفون يتحدثون، وينصب ويجر بالياء والنون. مثلا: شاهدت المنتظرين، أو سلمت على المنتظرين. فالمثال الأول لحالة النصب، والمثال الثاني لحالة الجر. أما بالنسبة لجمع المؤنث السالم فكما تعرفنا، فهو يرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. مثال: